والسلام على اشرف المرسلين. اليوم يوم سعيد، يوم شو خفف الدرجة نهار كبير، نهار كبير هذا الذي شهدت وشو السائلة، نهار كبير هذا الذي التقي بأخي وأستاذي الفاضل قامة العلمية قامة الأخلاقية أستاذ الدكتور الخطاب، وكذلك فضيلة الأستاذ مراد المدني، والأستاذ مراد المدني ومن لا يعرفه قاضي بمحكمة ابتدائية بوشا، وكذلك مركز قاضي المقيم بجرابة. بل نحن بين أهلنا وذوينا، كذلك الأستاذة وهي أخلاق تمشي على الأرض في حقيقة الأمر، أستاذة متقنية في عملها، أستاذة جادة، أستاذة إبداع، طلبت ناصر العقار والتعمير وهو الناصر يعني في حقيقة الأمر يعود الفضل لمنشئه ومؤسسيه، وإن كنت يعني أنا عضو ولكن هناك فكرة وإخراج محل بوجود على يد فضيلة الدكتور في الخلطة، وهذا الماستر الحمد لله يعني أبانا أبانا ولا زال عن متانته، أبانا عن جودة التكوين، ويتجسد ذلك في مثلا إذا لاحظنا آخر مبارة وهي مبارة مزاولة مهنة المحاماة أو المبارة الأهلية، اجتاز أو ربما أغلب الناجحين كانوا من هذا الماستر، إذا فهنيئا له، فهنيئا له مرة أخرى بأبنائه من قضاة ومحامين وكذلك إدارات عمومية أخرى، إذا فهنيئا لكم، وكذلك حتى من لم يوفقه الحق للنجاح فهو إن شاء الله، أقول لكم وأنا جد متأكدة بأنني لن أرى إن شاء الله مستقبلا أحدكم إيطالي، وإنما الكل سيعمل. لماذا؟ لأن أنا متأكدة من تكوينكم وكذلك من تلزم الأساتذة الذين تناولتم العلم على يديهم ونبتتم من منبعهم. إذا مبروك لأبناء الطلبة اللي اجتازوا في المباراة ديال المحامون، ونتمنى لهم مسار موفق وذو عظيمية، موضوع مهم جدا. لماذا؟ الموضوع أساسه الحجية القانونية لقرار تأسيس الرسم العقاري بين الإطلاق والتقييد، ولا يخفى علينا بأن العقار أصبح، ولا نقول أصبح وإنما منذ الأزل العقار له ارتباط بكبير الشخص وجودا وعدما، كتلقى العقار دائما الكل يعني كل انسان يراهن على ان يكون له عقار. اذا هذه الاهميه التي للعقارات كذلك ساهمت في وجود اجرام وساهمت في تمام الظاهره الاجراميه ضد العقار، خاصه تراجع عليه من طرف الاخرين، ولخير دليل على ذلك الرساله المالكيه التي مدنا فيها صاحب الجلاله 30 ديسمبر 2016، هذه الرساله المالكيه التي حتى من خلالها على العقار والتقييدات والتراجع على ملك الغير. واذا الان ذو ان قلنا بان اي موضوع له اهميه، ولكن العقار اهميته اهميه قصوى وتتصدر جميع النزاعات التي نراها على مستوى راس المحاكم. اذا هنيئا للطالبه بهذا البحث الذي سوف يفيد ولا محاله المكتبه المغربيه ان شاء الله، ونتمنى لها ان تتم دراستها في هذا الاطار. وبطبيعه الحال يبقى للساده اعضاء لجنه المقرر ملاحظاتهم في الموضوع، وبطبيعه الحال لن نجيز هذا العمل الا بعد ان يعرض على اللجنه لتعطي كلمتها فيه. شكرا. أعطي الكلمة للطالبة لإعطائنا نبذة موجزة، وأتمنى أن تكون هذه
الأخطر أو هذا الأفضل أن لا يكون إعادة لما هو هنا، وإنما تدارك ما قد نسيته أو تدارك هفق من الهفوات تحت فيها. إذا تفضلت بها. من يجي؟ على بعيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. بداية أتقدم بعبارة الشكر وعظيم الامتنان متوجهة بأخلصها إلى أستاذتي الجليلة الدكتورة صليحة حجي على تفضلها بقبول إشراف على هذا البحث وعلى توجيهاتها القيمة التي كانت خير معين طيلة مدة إنجاز هذا العمل، فجزاها الله ألف خير وأدام الله في عمرها. كما أتقدم بفائق الشكر والتقدير لأستاذي الجليل الدكتور أحمد خطا عما بذله من جهد من أجل تكويننا في المصدر المتخصص في قانون العقار والتأمير، وكذلك على تفضله بقبول مناقشة هذا البحث. كما يسرني أن أتقدم بأسماء آية العرفان والمحبة إلى الدكتورة خديجة اللوي على قبولها مناقشة رسالتي وتحملها عناء التنقل، وكذلك الشكر الموصول للأستاذ مراد مدني على قبوله أن يكون ضمن لجنة مناقشة وتحمله كذلك عناء التنقل. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر إلى جميع الطاقم البيداغوجي للمصدر المتخصص في قانون العقار والتأمير، كل واحد باسمه، فلكم مني أساتذتي الأجلاء تحية وتقدير على ما بذلتموه من جهد في سبيل تكويننا والرقي بنا إلى أحسن المستويات، راجين من الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وأهدي هذا البحث إلى من افتقدته منذ الصغر، إلى روح أبي الطاهرة أسكنه الله فسيح جناته. وأتقدم بالشكر الوفير والتقدير الكبير لأمي الغالية على دعمها المتواصل لي أدام الله في عمرها، وكذلك الشكر لسندي أختي العزيزة ولأعمامي ولجميع أفراد عائلتي. كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم إلى الشكر لمن تذوقت معهم أجمل اللحظات، إلى من سأفتقدهم طلبة الماستر العقار والتعمير وخاصة طلبة الفوز الثاني، والشكر لكافة الحضور كل باسمه وصفته. سيدتي الرئيسة المحترمة السادة أعضاء لجنة المناقشة الحضور الكريم، كما تعلمون نحن بصدد مناقشة رسالة في موضوع الحجية القانونية لقرار تأسيس رسم العقاري بين الإطلاق والتقييم. فكما هو معلوم فالتحفيظ في بلادنا مبدئيا هو أمر اختياري، بحيث تبدأ عمليته بتقديم المالك أو من ينوب عنه للمحافظ على الأملاك العقارية مطلبا معززا بجميع الوثائق وسندات التمليك التي تؤيد مطلبه، وتخضع مسطرة التحفيظ لوسيلة إشهار تفتح بمقتضاها باب التعرض بالنسبة لكل شخص يدعي حقا عينيا على العقار المراد تحفيظه. وحينما يتأكد المحافظ من سلامة المسطرة يتخذ قرارا بالتحفيظ يترتب عنه إضفاء وضع خاص على العقار. بعد ذلك يؤول قرار التحفيظ إلى تأسيس رسم العقاري الذي يعتبر حسب الفصل 62 من ظاهرة التحفيظ العقاري النهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر الانطلاق الوحيد للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداه من الحقوق غير مقيدة. فالحماية القانونية التي يتمتع بها الركن العقاري عند تأسيسه تستمر معه حتى بعد ذلك ليس بنفس القوة في الإثبات. فالملاحظ أن المشرع المغربي قد ميز بين التقييدات التي تصاحب إنشاء الركن العقاري والتقييدات اللاحقة على إنشائه، فأضفى على الأولى حجية مطلقة سواء بين الأطراف أو تجاه الغير، وجعل الثانية لا تكتسب هذه الحجية إلا بالنسبة للغير الحسن النية. فأهمية موضوع الحجية القانونية لقرار تأسيس الركن العقاري تتجلى في الآثار المهمة التي تترتب عليه، أهمها تطهير العقار من جميع الرسوم والحقوق السابقة الغير المطالب بها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا للفصلين الأول 62 من ظاهرة التحفيظ العقاري. فانطلاقا من الفصلين الأول 62 من ظاهرة التحفيظ العقاري اللذان يعتبران أن قرار تأسيس الركن العقاري نهائي وغير قابل للطعن، يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى حجية الركن العقاري؟ هل هذه الحجية مطلقة أم نسبية؟ وهل تشمل هذه الحجية جميع التصرفات القانونية أم يمكن أن ترد عليها بعض الاستثناءات؟ بالإجابة عن الإشكالية المطروحة يرتئي الاعتماد على تقسيم ثنائي للموضوع من خلال الحديث أولا عن إجراءات تأسيس رسم العقاري ودورها في تكريس إطلاقية رسم العقاري. فاتخاذ المحافظ
العقاري لقرار إنشاء الرقم العقاري يأتي بعد مرور هذا الأخير بمجموعة من المراحل، ومتى استوفى طلب التحفيز لشروطه وشكلياته القانونية يعطي الانطلاق للشروع في إجراء عملية الإشهار التي ترمي إلى إعلان كل من له الحق على العقار مضمون هذا الطلب، والقيام بعملية التحديد كعملية تقنية تتخلل مسطرة التحفيز، تمكن أي شخص من في أن يتدخل في المسطرة التحفيز إذا كان له حق على العقار موضوع هذه المسطرة. أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن نسبية حجية قرار تأسيس رسم العقاري والحق في التعويض، لأن قاعدة التطهير وردت عليها بعض الاستثناءات وهي مضمنة في قوانين خاصة، حيث توجد بعض الحقوق العينية التي تبقى قائمة ويمكن التمسك بها في مواجهة صاحب الرسم العقاري بالرغم من عدم تضمينها في هذا الرسم، كما أن تضمينها فيه لا يحول دون إمكانية الطعن فيها من قبل الغير واعتبارها كأن لم تكن. ووعيا من المشرع المغربي بمدى صرامة النصوص المتعلقة بالحجية المطلقة للتحفيز وبمدى الأضرار التي تترتب عنه نتيجة تحسينه من الرقابة القضائية والتي قد تؤدي إلى القضاء على حقوق الملاك الشرعيين في المطالبة بالملك عينا، فقد أحاط مسطرة التحفيز في شقها الإداري بالعديد من الضمانات من أبرزها إقرار مسؤولية المحافظ عن الأعمال الواقعة خلال هذه المسطرة من خلال الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 64 من ظاهرة التحفيز العقاري. فمن خلال ما سبق عرضه في هذا البحث يتضح جليا أن مبدأ حجية الرسم العقاري من أهم مبادئ نظام التحفيز العقاري المغربي، حيث ساهم ويساهم في خلق وإبطاء وتعميم الأرضية القانونية الصلبة للملكية العقارية، مما يخلق ثقة وأمن العقاريين يحققان الاستقرار العقاري الذي يشكل بالأساس القائم لإعداد مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجالات المرتبطة بالعقار. ورغم فعالية الضمانة في تبرير الحجية المطلقة للرسم العقاري، فلا بد من إبداء بعض الاقتراحات لتحقق حجية الرسم العقاري وظيفتها على أحسن وجه ممكن. من بين هذه الاقتراحات الحث على إعلام أصحاب المصلحة بالتصرفات التي تجرى على العقار في طور التحفيز حتى لا يفاجئوا بها عند تأسيس الرسم العقاري الذي لا يمكن الطعن فيه بأي حال من الأحوال. ضرورة تدخل المشرع للتوسيع من صلاحية المحكمة لتمتد إلى البحث والتدقيق بحجج ومزايا طالب التحفيز وتقييمها. اعتماد قيمة العقار بعد عملية التحفيز عند تقدير التعويض لفائدة المتضررين من عملية التحفيز في حال التدليل، لأنه ليس من العدل أن نجازي الطرف المدلس رغم سوء نيته. الحرص على أن يكون مبدأ الحجية المطلقة للرسم العقاري سببا في لا يكون مبدأ الحجية المطلقة للرسم العقاري سببا في إهدار حقوق الملاك الحقيقيين، وذلك بضرورة وضع استثناء لمبدأ الحجية المطلقة للتحفيز في حالة ثبوت التزوير أو التدليس حتى لا يستفيد مستعمل التزوير أو التدليس من هذا المبدأ، وإلا اعتبر ذلك بمثابة نزع الملكية وتعدي على حقوق الغير. هنا أضع نقطة نهاية للملخص عن رسالتي وأحيل الكلمة إلى السيدة الرئيسة المحترمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المختبر أريد أن الكلمة الأستاذ دائما لكونه يؤثر الغير دائما وودود أحسن من الشكل أحسن. إذن الكلمة للأستاذة خديجة علاوي، والأستاذة خديجة علاوي كذلك قلت التذكير أنها أستاذة تأتي من وجدة للمساهمة في كل ما يخطو القالب من التدعية إلى ذلك. إذن تفضل الأستاذة أشكرك في حضور في حدود 20 دقيقة. من ذلك أختي الكبيرة التي ارتويت من نصائحها سواء كانت قريبة أو بعيدة. شكرا جزيلا استاذه على تشريفي بعضويه في مناقشه الطالبه الباحثه ريهام الداوي حول موضوع الحجيه القانونيه لقرار تاسيس الرسم العقاري بين الاطلاق والتقليد. شكرا جزيلا استاذه، والشكر موصول كذلك للاستاذ الفاضل الدكتور سيد احمد خفا الذي في الحقيقه بفضله نحن متواجدون كلنا في هذه القاعده. كذلك على المجهودات القيمة التي
كلها من اجل النهوض بهذه الكليه بصفه عامه، وكذلك بمصدر التعمير والعقار بصفه خاصه. هنيئا لكم باستاذكم وهنيئا للكليه بهذا الاستاذ. الشكر موصول كذلك للاستاذ مراد المدني الذي شرفنا بحضوره لمناقشه رساله الطالبه الباحثه، وهو لن اقوم بتاكيد خصاله لان الاستاذ مراد المدني غني عن المتعب، فمرحبا بك بين ذويك استاذ. الشكر موصول كذلك لكل الحاضرين، كل باستقبله وباسمه، مرحبا بكم لمشاركتكم في هذه المناقشة، ومرحبا للطلبة الأعزاء على تشريفهم ومشاركتهم مناقشة زميلتهم في هذه الصبيحة. الشكر موصول كذلك للطالبة الباحثة على اختيارها لهذا الموضوع الذي يعتبر موضوعا ذو أهمية بالغة. لماذا؟ نظرا للمشاكل التي يمكن أن تنشأ على الرقم العقاري والتي تضيع حقوق الملاك الاصليين في الحقيقه. استاذه صالحه هي ابنه اقليم ثاوي، وتعرف المشاكل التي يمكن ان تنشا، خصوصا ان هذا الاقليم سواء الاقليم ثاوي او اقليم زراده عندهم طابع خاص وجود اراضي ثلاثيه في هذه الاقاليم. انشاء الرسوم العقاريه على أراضي تدخل في نطاق الأراضي السلالية دون علم هؤلاء يمكن أن يضيع عليهم فرص كثيرة، خصوصا بالنسبة للمستثمرين الذين استغلوا مجموعة من الأراضي. في الأخر كيجي كيستغل الأراضي ماشي ديالو، وإنما أصبحت ملك هذا وأصبحت في إطار أملاك أخرى لا تدخل في نطاق دون علمه بالمصادر إلى آخره. لذلك أحييك على اختيارك بهذا الموضوع الذي يعتبر موضوعا دقيقا في تحديداته، وعلى الأفكار يعني المناقشة به، وكذلك على الأسلوب الذي اعتمدته في كتابتك لهذا الموضوع. إلا أنه هناك بعض الآراء التي يمكن أن أدلو بها في هذا المقام من أجل تصوير هذا الموضوع. أركز على مجموعة من الملاحظات. هذا البحث من حيث البناء العام جاء مقسما إلى مقدمة فصلين، وهذه الفصلين كل فصل فيه مبحثين، وخاتمة قدمت فيها الباحثة مجموعة من المقترحات التي توصلت إليها. إلا أنه بالنسبة للفصل مثلا مقدمة 3 صفحات، الفصل الأول 45 صفحة، الفصل الثاني 57 صفحة، والخاتمة فيها 2 صفحات. بالتالي هناك شيء توازن في هذا البحث، لذلك يجب عليك مراعاه التوازن. بالنسبه لعدد صفحات البحث في الحقيقه هو غير متوافق مع الظاهره بصفه عامه. بالنسبه للمقدمه، أشارت الطالبة في الفقرة الأولى إلى أن الإنسان في السطر الثالث، الإنسان مرتبط بالعقار ارتباطا وطيدا منذ ولادته وإلى ما بعد موته. في الحقيقة هذه عبارة يجب تصويبها، لأنه هناك بعض المسائل التي تدخل في نطاق العقار، مثلا السكون، نظرا للقيمة المالية ديالها يمكن إدخالها في نطاق العقار. تطبق عليه المقتضيات التي تطبق على العقار، ولا يعقل ان الشخص المفاد ديال الجمله واضح، هو ان الشخص راه كيمتلك العقار وكيحبو الى اخره، واخر المطاف راه غادي ينص ويرسلو في التراب، من التراب والى التراب. لذلك يستحسن صياغه هذه العباره لانها لا تخدم المفاد منها. كذلك هناك بعض عندما اشرت الى دوافع اختيار الموضوع، يعني كانك تتحدثين عن الغرض من وراء هذه الدراسه. كان من وراء اختيارنا الموضوع صفحه 5 يستحسن هنا اعاده صياغه هذه الكلمه او هذه الجمله بصفه عامه. وعندما اشرت الى الاعتبار الثاني المحدد في الاشكالات العمليه التي افرضتها الممارسه القضائيه في الفصلين 61 من دراسه التحديد العقاري، والتي اثرت بشكل او اثرت بشكل سلبي في وحده الرؤيه، في وحده الرؤيه وليس الرؤيه، كيقرا الجانب اللي كيهمه. بالتالي
مشكل لا في الجريدة الرسمية هو في الحقيقة مشكل وعي مجتمعي. لذلك في الحقيقة يجب في نظري أن تقترحي إذا كان أمكن حلولا أفيد تفيد صاحب الحق في معرفة المصادر التي تشرف في هذه الجرائد، سواء عن طريق النشر لدى المصالح الإدارية والسلطات المحلية. كذلك المهم أنه إيجاد حلول التي تخرج من يعني عوض النشر في الجريدة الرسمية دون إخفاء النشر بصفة عامة، وهو نفس ما يعني يجب التأكيد عليه. كذلك صفحة 14 بالنسبة لائحة المراجع بصفة عامة، عندما أشرت بالحقيقة قبل لائحة المراجع في الخاتمة أشرت إلى صفحة 114 إلى أحد المقترحات وهو حسن التنظيم تعليق الإعلانات المتعلقة بالعقار، موضوع مطلب التحرير وترتيبها بشكل ييسر للجمهور الاطلاع على مضمونها، فقد تبين من خلال معاينة هذا التعليق أنه يبقى مشوها. لذلك هذا المصطلح ليس مصطلحا قانونيا، يجب إعادة صياغته من جديد. مثلا تبين بأن هذا التعليق هو غير مجدي أو لا يلقى إلى الهدف الذي أنشئ من أجله. بالتالي يجب تغيير هذا المصطلح إلى جانب مجموعة من المصطلحات سأعطيك إياها من أجل إعادة صياغتها. بالنسبة للائحة المراجع كما علمتها هي كما قلت دائما وأؤكد على ذلك. هي لا ليست بلائحة المراجع وإنما فهرس المراجع، وأنت استعملت المصادر والمراجع. عندما أشرت إلى القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو مصدر والكتب هي مراجع وغيرها، وبالتالي لديك فهرس المصادر والمراجع. بالنسبة لهذا الفهرس، أول ما بدأته بدأته بالقرآن الكريم سورة طه آية 54، ولكن كما قلت القرآن الكريم يعتمد في مجموعة من الآيات القرآنية، يجب عليك تبيان في الحقيقة الرواية التي اعتمدتها في القرآن، هل هي رواية ورس عن نافع أم حفص عن عاصم، وهذا قد أشرت إليه سابقا في العديد من المناقشات. ويجب الاعتماد لأن هناك اختلاف في القراءات وغير ذلك، وكذلك الاختلاف هناك حسب قراءة كل منهما حتى في تعداد السور والآيات، وبالتالي يجب عليك ضبط القرآن المعتمد عليه، وهنا يجب توحيد المصدر ألا هو القرآن المحمدي برواية ورش عن حفص نافع، وهو المعتمد القرآن المعتمد في يعني بالنسبة لنا. بالنسبة لكذلك هذه اللائحة دائما أو في هذه الفهرس في المصادر والمراجع أشرت إلى مجموعة من المراجع. عندما أشرت إلى أشرت في صفحة 120 إلى المراجع الخاصة، أشرت إلى أول مرجع في هذه الصفحة صفحة 120 محمد الحياني المحافظ العقاري المسؤولية التقارية باطع وآفاق مؤسسة من خلال الكتاب رجاء إلى آخره. ملاحظ أنك كنت حكيمة في الدقة في التوثيق، وهذا هو المطلوب في البحوث بصفة عامة. بالنسبة لزميلتكم كان والتقت جيدا، إلا أن هناك بعض الهفوات. بالنسبة لمحمد الحياني عندما يكون لدينا مجموعة من الكتب إنك الشخص يستحسن أن تدرج بالترتيب. أنت أدرجتي محمد الحياني ورجعتي وبينتي بأنه على السعيدي مترجي على السعيدي ورجعتي إلى محمد الحياني، لذلك نستحسن ذكر الكتب أو المؤلفات المتعلقة بهذا الأخير بالترتيب، ومن ثم اللجوء إلى كاتب آخر. بالنسبة للأطروحات والرسائل، عندما أشرت إلى الرسائل
أشرت إلى مجموعة من الرسائل متعلقة بلاد دبلوم دراسة العلوم والمخاء، وكذلك رسائل بلاد دبلوم الماستر، ولم ترتبها ترتيبا يعني جيدا. لذلك حاليا 23 أشرت إلى ثلاث رسائل لبلاد دبلوم دراسة العلوم والمخاء، وأدمجتها وضعتها بعد رسائل الماستر. كذلك نفس الشيء ثلاث رسائل 674 المتعلقة 24 متعلقة بلاد دبلوم دراسات العليا المعمقة، فاطمة العالمي، فاطمة الحروف، كذلك محمد بن جبير. لذلك يستحسن ترتيب بالنسبة للرسائل، لدينا رسائل بلاد دبلوم دراسات العليا، ثم رسائل بلاد دبلوم دراسات العليا المعمقة، ومن بعدها تأتي رسائل الماستر، وإن كانت تأخذ نهاية التمرين في أي معهد تأتي يعني بعدها بصفة عامة. أشرت إلى مجموعة من القوانين في بحثك، ولكن القانون المتعلق بالتحقيق العقاري، القانون المتعلق بنظام الحقوق العلمية، قانون التزام العقود إلى آخره، ولكن لم تضمنها في كافة المصادر، العفو المصادر والمراجع، وكما قلت أنه أوكد أن البحث يعتبر يعني انعكاس ما هو مكتوب داخل البحث، يطلع عليه المتخصص وغير المتخصص. متخصص في ذلك يستحسن إدراج القوانين والدوائر المعتمدة من قبل الباحث في بحثه وتبيانها بصفة عامة في تحرص المصادر والمراجع. عندما أشرت في الصفحة 128 إلى الندوات والأيام الدراسية، عندك خطأ أن يجب إصلاحه في الصفحة 128 الفقرة الثانية. وعندما أشرت كما قلت في هذه الأيام والندوات والأيام الدراسية، أشرت إلى مداخلة لمحمد سنان عبثية الإبقاء على الأثر المطلق لقرار التحقيق بعد الاستقلال، مداخلة في نسبة وطنية حول نظام التحقيق العقاري المغربي ضد مصدر الرباط يومي 4/5 ماي 1920، ولكن لن تذكري الجهة التي قامت بتنظيم هذه النظام، لذلك يجب عليك إعادة أو استكمال توثيق هذه الندوة. بالنسبة للدكتورة خديجة الفضاوي، على ملاحظاتها القديمة التي وجهت إلى الطالبة التي تناقش هذا العمل، وكذلك من خلالها إلى باقي الطلبات المشرفين على المناقشة مستقبلا إن شاء الله. هنيئا مرحبا بمن التحق بنا الأستاذ كريم شنوتي الفضاوي والأستاذ عنتر، وهنيئا للاستاذ شنوتي في مناقشته البارحه، ولكل الطلبه الذين لم احضر مناقشتهم، واتمنى ان شاء الله مناقشات في المستوى بالنسبه لباقي الطلبه. والان كلمه لفضيله الدكتور حسين خرقه. كما سبق وان قلت، القامه العلميه الاخلاق قبل العلم، اذا كان يتقدم المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين أجمعين. سعيد جدا أن أتواجد في هذه المنصة بعد الشريفين من طرف الدكتورة الفاضلة صليحة حسين، التي نكن لها كل التقدير والاحترام. وفي الحقيقة وإن كانت الكلية في الكلية متعددة التخصصات، كانت في أمس الحاجة إلى خدماتها العلمية، ولكن أكيد بأن الظروف الأسرية والمهنية كانت تضطر أن تنتقل من الكلية متعددة التخصصات إلى كلية الحقوق، ولكن هي انتقلت إداريا ولكن روحيا لا زالت مع هذه المؤسسة. أستاذ صالح أكيد أنه يسبقتني هذه المؤسسة، ونجيت بعد من كلية الحقوق ديال وجدة، ولكن أقول لكم بكل صراحة، هي سيدة المواقف السابقة، وهي بكل صدق هي لمئة رجل، كاين شي رجال ما غاديش تعود عليهم، ولكن أستاذة صالحة يمكن أنتم ما عمركم حضرتوا لحظات الغضب ديال أستاذة صالحة، ولكنها تغضب للحق وتنتصر للحق وتنتصر دائما للمبادئ. ونحن دائما نعلم
ليس شيء آخر غير الانتصار للحكواني المبادئ. أستاذتي دكتورة صريحة، أشكرك شكرا جزيلا على تشريفي بالتواجد ديالي عند اللجنة، وكذلك بالإشراف على هذا العمل الذي أدته الطالبة الباحثة سهاب علاوي، واش علاوي ولا علاوي بالفتح؟ علاوي علاوي لأن علاوي هي عندنا. كذلك يشرفني أن أكون إلى جانب الدكتورة الفاضلة خديجة علاوي، حتى هي الله يعطيها الصحة خارجة من الامتحانات داخل المناقشة، خارجة من المناقشة غادية في الامتحانات، الله يعطيك الصحة والله يبارك فيك وكل الوالدة والله يحمي الوالد. كذلك يشرفني أن أكون إلى جانب الأستاذ المبرز القاضي الدين سي مراد المدني، وسي مراد المدني من أنجب القضاة الذين أنجبتهم جامعة محمدين الأول، إلى جانب أنه قاضي في رئيس غرفة بمحكمة وجدة، ولكنه في نفس الوقت كذلك باحث. وعندما نقول باحث هو في المكان شفتها كيف تقطن، في المكان شي فكرة جديدة التي سجلها، وهكذا عهد نفس سي مراد أنه باحث من طينة الممتازة ويبحث بشكل مدقق وعميق. فما تشفقوش عليه. موضوع الرسالة أو أنه هذه الرسالة من أجل نيل دبلوم الماستر المتخصص، دبلوم الماستر القانون الخاص، تخصص قانون العقاري والتعمير من إعداد الطالبة سهام علاوي، لكن اختار دابا مزيان سهام علاوي والطالبة سهام علاوي التي حقيقة يعني تمتاز بأخلاق عالية جدا. تلقي تغيير باحث قلت لها واش الخلعة تلقات ولا مازال شادة فيها الخلعة، وعلى أي حال هذه من سمات والبنات ديال البحث العلمي، أنه أكيد أنه يقال طالب عندما يقدم هذه الأعمال من أجل التقييم من طرف اللجنة أكيد لأنه ستكون هنالك ملاحظات وعمل بشري، ولكن هذه الملاحظات ليس حقيقة تنقيص من العمل الذي قام به الطالب، بل إننا عندما نأتي إلى هذه المرحلة نأتي لنحتفل ونحتفي مع أسرة مع الطالب ومع أسرة الطالب بما وصل إليه، لأنه حقيقة أنه نهار امتياز الامتحانات اجتاز الامتحانات بالفعل راه ما يعني حقيقة كانت الله فيهم مزيان من حيث أنه من الإعداد إعداد جيد، وكذلك أسئلة تكون أسئلة عميقة جدا وأسئلة تحيط بجميع فروع القانون. وعندما يصل الطالب إلى هذه المرحلة فمن حقه أن يحتفل، ومن حقنا كأساتذة وكأسرة أن نحتفي والاحتفية بالطالب الباحث بانتظار إن شاء الله لما قدم شيخ حفظ الله الخدمة والوظيفة، يعني أنه أكيد غير انتظروا شوية ديال الصغر راح نايل الدبلوم اللي كان أعطيه، كان أعطيه الدبلوم ولكن كان أعطيه كذلك العلم، ولكن أعطيه إن شاء الله حتى بركة العلم. تمتاز بأخلاق عالية جدا وهي كثيرة الحياة، ودائما بالفعل انها تبتسم دابا كتقرا الملخص وهي تبتسم، الله يجعلك دائما تبتسم فيها تربيه واخلاق، والله يرحم الوالد والله يبارك في الوالده ديالك نعمه التربيه. واخي ونمشيو دابا شويه من سهام، حقيقة أنه ضغط لغة قانونية تناسب الموضوع، هذا واضح في هذا العمل وفي بصمات الأستاذة المشرفة، وهذا ضايق حتى من ناحية سلامة اللغة، من حيث حتى الملخص لم تبقى في أي خطأ في هذا الملخص، لغة سليمة، وكذلك فيه تسلسل للأفكار منهجية إلى حد ما، ولهذا الملاحظة ديال الأستاذة خديجة راها من ذهب، سجلوها، بس قولوا لناش المنهج الاستقرائي ولا الوسطيون ثم تبداو تحركوا بشي منهج آخر،
لا خليها ما تقولوا نحتملش يخدموا بس تقولوا نحتملش اذا تتقن اذا كنت تتقن المنهج اسيدي حطوه ولكن اذا كنت تتقن المنهج او انك ستصدر منهجا معينا في المعتمد وانت ستعتمد منهجا اخر فانك ستوافق ببدايه توظيف جيد لاحكام القرارات القضائيه هذا واضح يعني انه بالفعل ان الطالبه حاولت توظيف جيد للاحكام والقرارات القضائيه واعتمدت مراجع ومصادر هي متخصصه فيها وهذه الملاحظه راح تكرر لها وكنكررها مره اخرى ونتمنى ما نكررهاش مره ثالثه المراجع المتخصصه ماشي المراجع الخاصه أكيد هذه تحسب للطالبة الباحثة ولكن كذلك فيه بعض الملاحظات على هذا العمل وقد يشتركون فيه أو يشترك فيه أكثر من طالب وما يتعلق بالمدخل نظرا لأنكم لا تكتبون إلى الامتحانات وعندما لا تأتون لكتابة إما بحث التخرج بالإجازة أو في الماستر فيقع لكم نوع من أو تقعون في نوع من الحيرة من ماذا ستبدأون؟ من أين سأبدأ؟ عندي موضوع في التحقيق العقاري من أين سأبدأ؟ ولهذا أنهم تنتقلون في بعض الأحيان وهذا ما ينطبق حتى على هذا العمل أنه من العام من خاص ثم من خاص لا أن نبدأ بالعام بفكرة عامة أنا عندي الموضوع في التحقيق ساتحدث عن الملكية العقارية وأنتقل للحديث عن التحقيق العقاري. وليس انه اتحدث عن الملكيه العقاريه العقار ثم التحقيق ثم الملكيه العقاريه وما يتفرع عن الملكيه العقاريه ثم التحقيق وهكذا هذا بطبيعه الحال يعيب المدخل الاساسي بالنسبه لاي بحث ومنه هذا البحث. بدلا ان نعطي بعض الخلاصات في المقدمه نترك ذلك الى الخاتمه لان هذه هي وظيفه الخاتمه السيئه انها نتركها حتى ولكن فقد قلت هي كالتحكي اكيد بانه بالنسبه لل نعطي الافكار نعطي الاحكام نترك الاحكام الى الخاتمه ولا نعطيها في المقدمة لأنه إذا أعطينا الأحكام في المقدمة معنى هذا لن يعطى القارئ إلى قراءة هذا العمل كذلك أنه فيما يتعلق بالتحيين على قصة تحيين النصوص القانونية الأساسية لأنه يرفع عن المدونة فيه تحيين وهذه الملاحظة كررناها الله يرضى عليكم كررناها أكثر من مرة ويمكننا ندخل البوابة ديال وزارة ونحيلوا النصوص يعني راه وقع تحيين بالنسبه لمدونه الحقوق العينيه ودخلت عليه تعديلات كثيره وبالتالي كان ينبغي ونحن نكتب موضوع في القانون كان ينبغي ان نصدر هذه التعديلات ولا يعفى منها اي طالب باحث بسلك القانون. خذ الصفحه الثالثه فيها في الفقره الثالثه تذكرين بانه كصدور قرار تحقيق جواتي العقار نقطه انطلاق جديده تكشف بوضوح عن وضعه المادي والقانوني. علاش المادي راسي؟ عن وضعه القانوني فقط. اما التصرف المادي يقوم به الشخص. اما عندما نحفظ العقار فاننا هذا هو تصرف قانوني وليس بتصرف مادي. في الصفحه 4 ليس فيه ربط محكم بين البقرات وهذه بطبيعه الحال يعني انه يقع فيها اكثر من طالب وطالبه فيما يتعلق بالربط بين البقرات. اللغه العربيه غنيه ليس هنالك ان وغد فقط انما هنالك ادوات ربط كثيره وبالتالي انه لا باس ان نرجع الى المعجم اللغه العربيه من اجل ان نبحث عن ادوات الربط وان نضعها امامنا ونحن نكتب يعني نصدر لائحه ادوات الربط هي موجوده ولا تدخلوا في جوجل ادوات الربط واعطيكم ادوات الربط واحطوها قدامكم وانتم كتكتبوا تنوعوا في ادوات الربط باش يبقى دائما وقد ولا قد هذا نبداو بالجمله لا قد بعد لا قد لقد كان العقار كان ذلك اذا العقار هو العقار مباشره غادي نرجع معك مرة أخرى وهذه ملاحظة أشرت إليها الدكتورة الفاضلة السيدة خديجة فيما يتعلق بالدوافع الدوافع أكيد أنكم تختارون موضوع قبل الدافع
وعندما تبلغنا في البحث عن الدوافع فتقل عندكم. ما هو الدافع الذي دفعني؟ الدافع هو انك غادي تاخذ الماستر. وهذا ما لا يقوله الطلبه، معروف انا بغيت ناخذ الدبلوم ديالي، ولكنهم يبحثون عميد. وتقولين سيهام، تقولين بانه قلة الابحاث لا لا هذا المحتوى في هذا السياق، ولكن تيبقى المجهود ديالي في هذا العمل، وبالتالي انه بدا كاين بحث، والدليل على انه وزاره المصادر والمراجع الموجوده في فرنسا. نمشيو مباشره للصفحه العاشره. في الصفحه العاشره تقولين المشرع المغربي اعطى المحافظ سلطه واسعه، وتراسي هذا حتى في صفحات اخرى من هذا العمل. لا، القانون لم يعطي للمحافظ سلطات واسعه، بل هو مقيد بنصوص قانونية، ويمكن الطعن في قرارات المحافظ خاصة بعد ظهور قضاء متخصص. وعني بذلك القضاء الإداري. القضاء الإداري يتصدى بشجاعة لكل القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية. نقول لكم أكثر من هذا، أنه في بعض المحافظين كيطلبوا من طالب التحقيق أنهم يدعوهم. وبالتالي انه يرتاح المحافظ عندما يصدر قرار من محكمة مختصة، هو يرتاح ينفذ الحكم القضائي بدلا من الاعتماد على المستند الذي اطلب به طالب التحقيق، لانه ربما في شك في كذا في اقصاء في كذا، ولكنه عندما يلجا للقضاء ويصدر حكما نهائيا فان المحافظ يعني لا يحمل المسؤولية الا في تطبيق ما صدر في هذا القرار القضائي. وبالتالي سيهاب ينبغي ان لا نقول بانه فيه سلطات واسعه، ليس فيه سلطات واسعه، انما هي مقيده بالقانون، بل حتى بعض القرارات التي يصدرها المحافظ على الاملاك العقاريه ينبغي ان تكون معدله، يعني ليست هنالك قرارات غير معدله، والا سنصبح امام شطط في استعمال السلطه. في نفس الفقره الاولى السطر الاخير، إذا تم التأكد من سلامة جميع الإجراءات وصحة الوظائف يتم تأسيس رسم عقاري نهائي يشكل دليل قاطع، لا هو الدليل القاطع للمحكمة أو للملكية العقارية، هو الدليل القاطع للملكية العقارية. صفحة 11 ذكرت بعض المصطلحات، مثلا تعتبر مرحلة إشهار جسرا، الجسر على لغة أدبية وليس بلغة قانونية. صفحة 12 في تكرار، كررت المطلب أكثر من 6 مرات، وهذا معي ينبغي أن نأخذ الحذر فيما يتعلق ببعض الكلمات، وبالتالي أنه لا ينبغي بالضروري أن نكرر بعض الكلمات. في صفحة 12 وهذه ملاحظة أشار إليها الدكتورة فاضلة خديجة فيما يتعلق بمآخر عرض مسرح جديد رسميا. وهذا الكلام ديال السي محمد خير الذي نعتز به استاذ ديالنا، ولكن قال هذا الكلام في مرحلة معينة، يعني فيما يتعلق بمشروع الجريدة الرسمية وعيوب بأنه لا يطلع عليه الناس، كما قال الأستاذ أنه لا يطلع عليه حتى بعض المتخصصين، وهي في نشرة عامة وفي نشرة خاصة، فالناس لا تطلع على النشرة العامة، فما بالكم أن تطلع على النشرة الخاصة التي فيها إعلانات قضائية وإدارية وما يتعلق بالتحقيق. ولكن اكيد كما قالت الاستاذه، يعني كان ينبغي للطالب ان يقترح حلولا. نعم نتفق بانه لا يستفيد طالب التحضير من هذا النشر، يعني اصبح متجاوز، ودليل على ان المحافظه العقاريه يمكن ان نقول قد ابدعت ما يتعلق بمحافظه بعد الهجمات الشرسه على الاستيلاء على ملاك الغيب كانت محافظتي، ولكن انا كان عندي كذلك تعليق على هذا المحافظتي، وهو الاشاره ديالو اعطوه لواحد ممثل مهرج يضحك، خلطوا عمل جدي بعمل يضحك، وبالتالي انه لم تعطي اي مفعول لحد الان. وتلاحظون انه حتى بالنسبه ان هذه الخدمه موجهه للمغاربه المقيمين بالخارج مقابل الأداء بطبيعة الحال، وهم لا يستفيدون منها.
هو طرحنا سؤال واسئله كثيره على الجاليه المقيمه هنا قد ما عندنا اخبار ديال هذا اصلا ديال محافظتي، ولهذا لجات الوزاره المكلفه بالجاليه المقيمه بالخارج على ابرام اتفاقيه مع محافظه عقاريه من اجل، ولكن بالنسبه لهذه العمليه اعتقد ينبغي تعديل النصوص القانونيه وليس الاعتماد على لحظات اشهاريه من اجل الحفاظ على ملاكي الغير خاصه بالنسبه للمغاربه المقيمين بالخارج. خذي الصفحه 17 استاذ فيها ان شاء الله تكون استاذ. كنت في الثالثه مؤسسه التعرض، قلت شي مؤسسه التعرض فيها؟ بقيت مؤسسه التعرض، ما كاينش مؤسسه التعرض. 17 نمشيو 19. يعتبر التعرض احد الدعائم الاساسيه لنظام التحكيم. انا قلت لكم هذه الملاحظه في بعض الاحيان ترجعون الى بعض المراجع، ترجعون خاصه الى المراجع اعمال الباحثين. وكتشكوا واحد الفكره وكتجيبوها بلا ما تفحصوها، مع انه ينبغي تفحص بعض فحص بعض الاقوال قبل ادراجها في العمل الذي تكتبونه. يحكوني وهذا العمل يعني 26 محمد خيري تعرضت اثناء التحقيق، صحيح بانه الاستاذ خيري انه في بعض الاحيان كتب في لحظات معينه وقد يراجع ما كتبه، قد يكون من خلال بعض الندوات، بعض الندوات استمعنا اليه في بعض الاحيان انه تراجع عما كتبه في كتابه المعروف والضخم والمفيد اكيد، ولكن عندما نكتب ناخذ منه او من غيره ليس تعرض احد الدعائم الاساسيه لنظام التحفيز. تعرض ولا تعرض منازعه، وكيفاش يكون من الدعائم الاساسيه لنظام التحفيز؟ بالعكس بالعكس. كررتي وقع هذه كررتها مره اخرى دور المحافظ الصفحه 20 الصفحه 32 كتقول يا سهام بانه في هذا الصفحه 32 انه اذا كان للشخص كانت قطعتان متجاورتان وكان هنالك احدى قطعتها رصد عقاري ويمكن ان يلجا الى استخراج رسم واحد للقطعتين معا. هما الناس راه كيجبدوا الاستخراج في كل قطعة لها رسم محدد، وهذا يفيده انه يمكن يبيعها، يبيعها كل قطعة دون الحاجة إلى استصدار شهادة ما يسمى بشهادة عدم تجزية، خاصة إذا كانت المساحة صغيرة جدا. صفحة 34 تحدثتي عن 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 البيانات المتعلقة بالبيانات المتعلقه بالرسم العقاري، هم طلب التحقيق واعتقد بان الفصل العاشر واضح فيها، وهو انه نبدا اولا بمن له صفه طلب التحقيق او طالب التحقيق، من يمكن له ان يطلب التحقيق وخاصه ان تاتي تبين في موضوع متخصص. مؤخرا سيد الرئيس إذا حتى أنا غادي نزيد غير ملاحظة واحدة. هي الخودي 60 صفحة في صفحة 60 تنفق المغربية أن الأملاك المحدثة في البيت العمومية تتميز بأنها أملاك عامة لا يمكن التصرف فيها. فيما يتعلق بالاتهام أكيد أنكم قريتوا الأستاذ معنا الأستاذ سيانطا لا يتعلق بالأملاك العامة، راه كاين تمييز ما بين الاملاك العامه والاملاك المحدثه لها خصوصيه. الاملاك العامه يمكن له يستولي عليها بسهوله جدا وبها المحيا بتواطؤ بين الاداره، كاين الناس اللي داروا تصميم التهيئه وداروا في الشارع في 80 متر بعد ذلك خلاوها ما داروا بشاريع بعد 10 سنين شنو داروا؟ ديك 80 متر ولات 10 متر، اذا فين مشات 60؟ رجعوها هكذا رجعوها مع انه شارع بانه شارع، ولهذا انه طرح اسئله كبيره جدا بالنسبه ما يتعلق بتواطؤ الاداره مع بعض المنعشين العقاريين خاصه في بعض المناطق ونذكر من بينها هذه المدينه التي نتواجد فيها. بالنسبه للاملاك المحبسه ولو تاسس الرسم العقاري فلا يعترف به ولا يمكننا ابدا اكتساب هذه، بل انه في بعض الاحيان بداية حجة بالنسبة
بالنسبة للأوقات تفسر لصالحها وكما وضعه الفقهاء في أملاك اليتيم. رغم هذه الملاحظة سهام يا طالبة خلقة مؤدبة، هذه لا تنقص من هذا العمل الذي أنجزتيه عمل متقن. أتمنى لك إن شاء الله مستقبلا ظاهرا وضيفت عليك ورايت واضح بأن أنت راضية عليها يمكن أن إيوا اللي صارت عليك واش نقول. ما هو ما يحب طلبه وكذلك يعطي نصائح مستقبليه ونصائح تهم الجميع. اذا شكرا لكم ولكم صاحب الخطا وختامها مسك. وهذا المسك الدكتور ومقبل على مناقشه دكتوراته ان شاء الله. القاضي الشاب الواعد القاضي المجتهد، لا أقول يعني هناك بعض الطلاب الذين يشتغلون بالقانون والنصوص، ولكن الأستاذ أعرفه وأنا أنتمي إلى مركز وإياه. الأستاذ دائما يطلعنا بجديد، الأستاذ دائما سباق، إذا فهو دائما يسبر أخبار الحقيقة، وهذا مطلوب بطبيعة الحال في القاضي، وينعكس ذلك في قراراته وكذلك في احكامه التي يصدرها، فهي دائما احكام تلقى صدر وكذلك يحتذى بها بالنسبه لبعض المحاكم، واتصل بي العديد من القدرات يقولون بان الاستاذ مراد اصدر حكما في كذا، من فضلك ان كان ممكنا تزويدنا اياه او ان تطلبين هذا الحكم وتقومي بارساله او تصويره لنا. اذا هنيئا لنا بقاضي شاب واحد يخدم الكلية، فهو يخدم المحكمة. إلى جانب ذلك هو الآن يشاركنا بالرغم من عناء الصحة كثام مدينة وجدة، وهو يتنقل بين وجدة غرابة ناظرة لأنه ابن هذه المدينة. إذا هنيئا للكلية وهنيئا لمصر الدكتور أحمد الخطاب بهذا القاضي، وأقول بأننا نعتمد عليه أو يجب أن نعتمد عليه في الكثير من المناقشات وكذلك الكثير من المواقف. اذا لك الكلمه دكتور محترم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين. سعيد جدا تواجد في هذه الصبيحه المباركه في هذه المنصه مع اساتذه نكرم لهم كل الاحترام والتقدير. اشكر اولا استاذتي الدكتوره صالحه حجي على ان شرفتني بان اكون عضوا في مناقشه هذه الرساله، كما اشكرها ايضا على الكلمات الطيبه التي قالتها في حقي والتي اقول بانني لا استحقها، واقول بان استاذه صالحه حجي طبعا منذ معرفتها استاذه مجتهده جاده دائما تساعد الطلبه ودائما حتى هي مشوشه طبعا دائما تضحك يتمنى من الله سبحانه وتعالى ان طبعا تستمر في هذه السعاده من طيله عمرها وشد في صحتها ايضا سعادتي ظن تكبر. وانا اتواجد مع استاذي الدكتور احمد خطاع الذي كنت في يوم من الايام وما ازال تلميذا تتلمذ على يديه وانهل من علمه الرفيع. أستاذ الدكتور أحمد خرفان طبعا ما زلت أتذكر الأيام جميلة جدا عندما كنت طالبا بدبلوم دراسة العلوم المعمقة، كان يدرسنا مادة النفس والفقه الأسرة كفلا وهي مادة جميلة جدا ولكن صعبة. والأستاذ أحمد خرفان قبل أن أتعرف عليه كأستاذ في يوم كنت أتفحص بعض المراجع بكتابة أستاذ في مدرسة الفقهورية فانتبهني عنوان جميل جدا، عنوان مطروحة عنوانها المسألة الإبليسية في الأنكحة الإغريقية. سألت ماذا يقصد هذا الشخص في هذا العنوان؟ أية إبليسية؟ ما المقصود بالإبليسية؟ وما المقصود بالإغريقية؟ ولكن بعدما طلعت طبعا على أطروحة وبعدما تندمت على
يدي الأستاذ علمتوا بأن هذه المواضيع لا يمكن أن يخوض فيها إلا أستاذ متمكن من الآليات العلمية والقانونية والفقهية، أقول لكم هني لنا ولكم بمثل هذه القامة العلمية الرفيعة أطال الله في عمركم أستاذي الفاضل. كما أني سعيد توحيد المرسل والسلام معها أستاذ الدكتورة خديجة العلوي أستاذها المجتهدة أستاذها الشابة طبعا الأستاذة التي دائما برغبتها ليس فقط للطلبة بل حتى للممارسين أستاذة مهما قلنا في حقها فيبقى قليل كيف لا والأستاذة المقطع قال أن الأستاذة طبعا تشرف على رسائل طبعا من الامتحان إلى 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 المدرج فأقول للأستاذة أطال الله في عمرك وأطالك في صحتك. وسعيد لأني اليوم بسبب إبدائي أقول ملاحظات مجرد ملاحظات قليلة للنقاش في موضوع جميل جدا هو موضوع قديم حديث ودائما سوف يبقى من المواضيع المهمة إلى أن تكون الجرأة للمشرع ليتدخل لتحديد المادة 61 من قانون التطبير العقاري، تعلمون بأن هذا القانون جاء إبان الاستعمار وهذا القانون طبعا وضعه الفرنسيون من أجل الاستيلاء على الأراضي المغربية وما زال باقيا إلى يومنا هذا ويمكن للعديد والعديد من الأشخاص قد استولوا على مجموعة من الأراضي انطلاقا من بعض النصوص القانونية الذي يكون وضعه بهذه الرسالة. طبعا سوف أذكر في البداية حسنات هذه الرسالة ثم بعد ذلك لا بد أن نعالج على بعض الهدوات التي أتت بها. بالنسبة للرسالة لغتها سليمة وسلسة جدا، لغة قانونية، لغة فصيحة قليلة الأخطاء. بالنسبة للمنهجية حتى على مستوى التقسيم هناك نوع من التوازن وهذا يسر للطالبة، ثم هناك أيضا أمانة علمية فالطالبة طبعا تسند كل رأي لصاحبه، ولكن كما يقال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا بد من إبداء بعض الملاحظات فيما يتعلق بهذا البحث. وأبدأ معك من العنوان. العنوان الذي عنوت به هذه الرسالة هي الحجة القانونية لقرار تأسيس الرسم العقاري بين الإطلاق والتأييد، بين الإطلاق والتأييد والتأييد، وأن تتحدثين عن الحجية بمعنى أن تطرحين سؤال، هل قرار تأسيس الرسم العقاري هو مطلق أم مقيد؟ إذا ماذا أنك ذكرت الحجية القانونية وذكرت الإطلاق والتأييد؟ إذا هناك ذكرى، إذا إما أن تعتمد فقط الشق الأول من العنوان وهو الحجية القانونية لقرار تأسيس الرسم العقاري، وأنت في المناقشة وفي التحليل وفي المبنى طبعا سوف تتناولين التوجه الأول والتوجه الثاني، أم أن عنوان إنما هناك عنوان آخر يصلح لرسالتك وهو عنوان بسيط لهذه الرسم العقاري بين الإطلاق والتقييد، أما هكذا فلا يستقيم، حدثنا عن الحجية ثم الإطلاق والتقييد. أذهب معك مباشرة إلى الصفحة الأولى. الصفحة الأولى والمقدمة وهذا كلام موجه إلى جميع الطلبة والباحثين المقبلين على كتابة رسائلهم. المقدمة طبعا لها وظيفة التعريف بالموضوع وهي تتكون من أربعة عناصر. إن كثير من الطلبة في المقدمة يقفون في مجموعة من المواضيع. المقدمة لها عناصر أربعة: التعريف بالموضوع، أهمية الموضوع، إشكالية الموضوع، والإعلان عن التقسيم. ولكن في العديد من الأحيان ونحن نقرأ مقدمات الطلبة لا نجدوا هذه العناصر متواجدة، وهذه العناصر هضربك يعتمد شأنها غير الأبحاث ديال المستوى الدكتورة. حتى وأنتم تجتازون مباريات التوظيف العديد منكم من الطلبة يخرج في الملتان في السكتوراني وما تعطوش النقطة، راه لا يهمك الكتاب، راه الكبير اللي صحابه بالله غنعمر ولدها غنتبع 20 صفحة غنجح وغنجيب
المقدمة والخاتمة ولا نصت على سيدي الشريف في الداخل. إلا كنت يعني ضغطي العلاقة ديال المقدمة كيفاش خدمتي وكيفاش درتي الأهمية وكيفاش تعطي الإشكال وكيفاش درتي الإعلان التقصير والخاتمة يفيد. إذا هي عندك 10 ولا شوية داخل هي 14 ولكن الكثير منا من كثرة المعلومات كيبقى يكتب حتى الوسط ما كيديروش. يقول لك راني كتبت كذا وهذا منا ولكن ما نجحش. عندما تعود إلى الورقة كتلقى داك الشيء اللي كتبوه يعني هو بحال في المرة تلقى عجل كيقول المهم راني كتبت شي حاجة غير ولا في التحفيظ ولكن المهم راه تما الأستاذ شوف الأستاذ دكتور فضالي كتب لك شوف الحاجة اللي راه تنفعك أنت هزها والحاجة اللي ما تنفعش أرميها والحال له ماشي هذه. إذا هذه مناشدة هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمراجع وهي نقطة أشرت إليها الأستاذة خديجة ملي كتنظموا ما بين دبلوم دراسة العليا ودبلوم دراسة العلوم المعمقة ودبلوم مصر ماشي بحال بحال لأن عندك هنايا بعض الأحيان كتقولي دبلوم دراسة العليا المعمقة فوقاش 2010 2011 كاش بقى الدبلومات قلنا دبلوم ديال مصر دبلوم ديال مصر إلى هنايا خصكم تميل كاين تبع الأخرى تحسب بالمراجع وقيل عندك هنا كملاحظة إذا كملاحظة عامة وهو أنك أن أغلب الطلبة هذه لأنها ملاحظات نشاركهم جميعا كتلقى مثلا عندك مرجع مرجع عندك الطبعة الأولى وعندك الطبعة الثانية مرات تتبع على الطبعة الأولى مرات تتبع على الطبعة الثانية وهذا ليس تأخير لأن هذا ليس الطبعة الثانية لأن رجع على مثلا الكتب ديال الأساتذة ثم راه تختار راه يكتب كتاب مثلا ديال مول العام ديال فترة راه تيشير الكتاب ديال الطبعة الجديدة راه يكون وقع تغييرات القانون كذا كذا وقع تغييرات فإذا في مفاجأة مرة في الطبعة الأولى مرة في الطبعة الثانية وهذا لا يستقيم من ناحية المنهج عندك شحال الملاحظة في السنة الأخيرة كتقولي بأن عرف المغرب نظام التحفيظ العقاري مقتضى ظهير 12 شهور 1916 بعد الاستقلال واش 1916 بعد الاستقلال أو في الاستقلال إذا هذه خصها تصحيح الصفحة الصفحة 3 يعني كاين غير واحد المسألة يجب التمييز بين التطهير الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري وبين التقييدات والتي تكون بعد تأسيس رسم العقار. أحسن لي جمع بين هذين جوج حوايج. عندما يتعلق الأمر بالممارسة المصدر بصلة التحفيظ وكيف تأسيس الرسم العقاري إذا جميع الأخوات اللي كانت قبل أتبعات من الرسم العقاري كأنها لم تكن. ولكن عندما يتأسس الرسم العقاري إذا جميع المعاملات اللي كانت من تقييدها او ان نرفع دعوى للاحتضار من اجل التشتبي عليها. اذا انت عندك هنا في الصفحه 3 كتقول في الفقره الثانيه غير ان ادراج العقار في نظام العقار في المحفظه يقتضي بالضروره مروره بمسطره التحفيظ ماشي مسطره التطهير. هذا التطهير هو اثر من اثار مسطره التحفيظ وهذا الشيء كيتكرر عندك في نفس الصفحه الفقره الثالثه في السطر كتقولي بها اثناء مسطره التحفيظ وليس مسطرة التطهير. وعلاش طرحت هذه المسألة؟ لأن عندك حتى في الصفحة الرابعة أنت الموضوع ديالك بعيد جدا عن الأثر الكاشف والتقييد التقييدات للأسئلة والنظر الكاشف الأثر المنشي فيما يتعلق بالتقييد الرسم العقاري التي تحدثين عن مؤسسة التطهير بمعنى تأسيس الرسم العقاري. وعندك هنا في الصفحة الرابعة فكرتك وعاد تحدثنا عن شيء اخر وهو متعلق بتقييد الرسوم العقاري. نمشي معك الصفحه 5 بالنسبه لدوافع اختيار الموضوع. دوافع اختيار الموضوع دائما حتى الطلبه حنا كل الطلبه بحال من اللي دوزنا حنا الدبلوم دراسه العليا دائما كنبغي نبينو بين الموضوع ديالي راه جديد وكذا وحتى واحد وكذا. اذا قله الحاله في تناول الموضوع في الشيء الثاني تاسيس الرسم العقاري منذ سنة 1913 هناك شد وجد بين الفقه والقضاء حول هذه النقطة بمعنى أنها كاينة كثيرة جدا كل أحد المراجع ديالك راه غنية وخير دليل على أن هذا الموضوع تكتبوا فيه بزاف. وهذا الاعتبار عاوتاني الأخير في الصفحة 6 كتقولي بأن اعتبار شخصي منطقه من أساس اهتمام بالمادة العقارية. هذو كاع حنا راه كنقول لكم دائما هذو عالي حنا كنا كنمشيو عند الاستاذ الله يخليك انا راه عندي ميول بالاسطاره المدنيه شايف الاستاذ صالح هذا كيف نشد معك الموضوع سنخطب نشد معك هذه كذا الى اخره. هذا اعتبار شخصي قلتها وما زلت اكرر احتفظ به لنفسي. اي باحث بين يرسل رساله انا لانني متخصص في العقار كذا حنا هذاك الشيء ديالك ما
الله يعاود عليه، ولكن انت كباحث قانوني يجب وعندك القانون خاص يعني خصك تكون ملم بالعقار بالكذا الى اخره. بعد ما دير كذا ملي غادي دوز كونكور ما تقولش ودي ما فيش العقار، غادوز كونكور ديال المحافظه العقاريه اذا مفروض فيك انك كريت في العقار، غادوز مباراه القضاء مفروض فيك انك تلقي القانون المدني والمصاريف الى اخره. اذا هذا الاعتبار ماشي ليك انت وانما جميع الطلبات اللي كيلقاه. وكاين واحد الملاحظه بعد قلتها بالنسبه للهواء باش ما ديروش القارئ ما تدعموش القارئ، اعتمدوا كل صفحه الهدامج ديالها واحد جوج ثلاثه، ما تبقاوش معاك جوج ثلاثه اربعه 25 دينار 200 من اربع احيان تقدر انا باغي واحد فكره معينه خصني نبقى سميتو. انا عارف ان هذا في بعد البحوث عنده هذا النوع من النهج، ولكن يقول الله لك الى ما ديال غير ظهري ديالنا كل صفحه ديالنا ماشي خطا ديالكم عارف، ولكن مادام انا الانسان محسوب عليك تقول لا خطا شكلي لا خطا طباعي، المفروض انك سميتو هذا دونك كل الله يخليك غير لنا هذا بالنسبه لعندك الصفحه 10 و11 و12 كاين ملاحظات منهجيه تتعلق بحجم المقدمه، كتبقى مثلا المقدمه كانت بحال 13 سطر، المقدمه كانت 13 سطر، هذا لا يستقيم، المقدمه كانت 13 سطر، وايضا المقدمه ديال التراولا فيها شي 16 سطر، يمكن هذه الملاحظات المنهجيه ما غنساهلوش فيهم، الملاحظات المنهجيه ما تساهلوش فيهم، فيما يتعلق بالتوازن، فيما يتعلق بالمقدمه، الموضوع اختلف معك ماشي مشكل تقول استاذ مراد عنده فكره انا عندي فكره الدكتور عنده فكره لا يمشي في الانتقاليه، ولكن الامور المتعلقه بالمنهجيه اقول لك خصك الدكتور لان الاساتذه توزعوا المنهجيه في الوقت مزيانه، ولكن يكاد تقسم في الابحاث ديالكم ان شاء الله وانتم مقبلين ان شاء الله على الدكتوراه وكذا ان شاء الله تمشي ان شاء الله بعيد ان شاء الله. نمشي معك غير رجالة كما نزوجوا لها. نمشي معاك صفحة 15. صفحة 15 كتقولي بأنه كتحثي على بعض الإشارات القطعية متعلقة بالملكية العقارية. بعض العراقيل كتقولي بأن في الفترة الثانية السطر الثاني ناهيك على أن الشخص لا يجبر المحكمة إلا مضطرا بوصي مدعيا أو مدعى عليه أو شاهد. كتشوفي المحكمة عام غير الناس الفضولية المعلومة على المحكمة. دائما المحكمة عندها عارض. إذا سولتي واش عندك شي استدعاء ولا كيقول لك لا. إلى درجة أنه على مسكن ديال المصرع قالوا كيجيو شي سكبارة كيقول لها الحاجة هذاك العكس اللي درتيه في الدار كيقول حرام روحي إلى عندك شي شغل تخدمي. معمرة عليا القاعة ما عندها حتى شي حاجة. إذا المحكمة تمر في كل عام ماشي بالضرورة خصك تعيش ولا تجيب كشاف باش تجي. المحكمة راه الإنسان يجي يتزوج يجي في السجن العدلي يجي كذا، إذا المحكمة ما في كل عام، إذا هذه الفكرة ديال الشخص لا يحول المحكمة إلا مضطرة ما يمكنش. بحال أنا نجيب واحد السلام نجيب له سميتو واحد يجي ولا المحكمة راه كاين الناس دائما راه يجيو من حقهم. وبالنسبة للصفحة 16 عندك واحد في الفقرة الأخيرة واحد العبارة لنفس القيادة والتي هي أمها، المسألة ديال الإمامة راه كتكون في المسجد. لا نقولوا هي أمها من الإمامة وتكون المسجد، إنما التي هي طالبها مختلف في كامل المنطقة. وعندك في الهامش ديال سعيد بولا 16 السيدي راه كيشرتي ليه، إذا شنو خصك ديري؟ أوفغاج كريتيكي بيان أو سيت، يعني السيدي راه كيعتمد عليه، لا لا هي باش نعاونو. الصفحة 17 أنت كتقولي في الفقرة الثانية وفي اعتقادي دائما في اعتقادنا وهادشي ديالو ما ديروش، الرأي الأحسن سيكون واضح ويدير الرأي فيما أعتقد، ما يديرش في اعتقادنا وكذا ما يدخلش الآخر دائما يقول الرأي فيما أعتقد. كتقولي أش نقول عاود إلى نظام التبريع العالمي في الأسواق، دابا حنا وصلنا في القرن 21 راه دابا ولا العالم واحد القرية صغيرة لا إنترنت وكذا دابا غادي نروحو نديرو البراح. دابا غادي تولي بلاد ديالنا واحد العهد سابق وكتقولي هنايا خص هذا المقدم عاود السلطه هو اللي يخرج ويضربه، واش هذا المقدم هذا في الخدمه ديالو ولا شد البوق وبقى يضربه؟ بالعكس خصنا تعميم دابا لان فعلا الدوله راه عندها امكانيات باش دابا الا مشيتي خرجتي لاوروبا راه كتلقى يمكن الدول اللي قال سميتو فقير على المغرب ولكن قال اجل في الشارع اللي كتدخل كدير سميتو كت اذا هذا الشيء باش ندعو التبرع وكذا راه غادي يعني شي واحد يقرا يقول الرساله ديال الزويره روسيا راه بغات ترجع بين السابق العهد وهذا لا يستقيم. عندي واحد بالنسبه لاخر
بعد صفحة عندك فيها رسالة جات فيها لنا ما تعبتيش بزاف صغيرة وانت مع الموضوع الموضوع ديالك دقيق جدا والموضوع ديالك يعني ما يحتاجش بزاف ديال الفلسفة وديال الهضرة وكذا بالعكس عندك أحكام قضائية عندك قرارات عندك قرارات ديال المشورة حتى ديال المحكمة في المنطقة ولكن في بعض الأحيان تقول لي بعض القواعد العامة اللي في ديال العالم في الصفحة 9 والصفحة 36 كل عام قواعد عامة كتقول لي على التعرض وقصة التعرض وكذا والبيانات وهذا احنا ما عندنا ما نديرو بهادشي تجي مباشرة الموضوع ديالك كيبدا من البحث الأول ملي كتمشي له الصفحة 36 36 إطلاقية أو 37 إطلاقية أو 37 آخر من هنا يبدا الموضوع مؤسسة التعرض البيانات الإجراءات لا هادو للمزيد من التفصيل رجع مع الكتب رجع الموضوع ديالك انت دقيق ونديرو كاع على احتيالي اذا ما نخرجش القواعد العامه في الصحه 9 حتى الصحه 36 بعد ما نديرو بها مباشره في الصحه 37 ديال تلاقيتو الرسمي العقاري نمشي معاك للصحه 40 هذه ملاحظه عاوتاني لجميع الطلبه كيفيه التعامل مع الاحكام والقرارات القضائيه وهذه في بعض الاحيان كنا كنديروا حتى حنايا الى بعض الحيل العلميه التي قد يرجع اليها الطالب كيف يدير كيهز واحد القرار كيتعلق القسمه كيتعجلو فيه واحد العيديه كيدخلها الشبهه ملي كتقرا القرار ما زلت اتذكر ملي كنت مازال في تدريب مع تعالي القضاء درت بحثي عين تبريد كيفاش راه كنت حتى في التوعيه صرت في التوعيه تعرض على سبب محكمه النقد وقامة علمية وملي كيكونوا القضاة خلاف هذا العباد اللي هنايا كنحسبوا راسنا زعما حنا فاهمين هما راه شي سير هذا الوجوه درت واحد القرار وانا كنهتم في الرسالة ديالي المهم هو رجع ليا قال لي مزيان بغيت تبين ولكن لازم تكون واحد الحاجة راك حتى انت راه القرار هنايا زوج ولكن ما عنده علاقة بالموضوع ديالك قال لي انت عجبتك ديالي بحال هي لي شوية عندها علاقة بذاك المطلوب ولا المبحث ودرت فيها انا هنايا نرجع القرار قلت لك راه على حق قرار ذاتي لا ما عنده علاقه بقاعده التطهير عنده علاقه بما يتعلق بالتقييم بالرسم العقاري يعني سي تي الرسمي العقاري هذه الملاحظه طبعا راه غير ملاحظه لا تنقص من قيمتها بالعكس حنا هنايا ستيدا بغينا نبيعوا هذا البحث بغينا باش يكون في حوله جديده ويكون في 100 صفحه 70 صفحه 70 صفحه ولكن قيم جدا وكاين المسائل اللي هي مهمه كنحيدو غير الحوايج اللي ما عندها علاقه بالصحه 43 ايضا انت كتناقشي بما يتعلق الامر بتحفيظ مثلا قطعه ارضيه ويكون هذه القطعه مثلا فوق هامدنا انا كنت حبيت انك تناول واحد المساله مهمه جدا وهي مساله الالتصاق الالتصاق راه كاينه في المنطقه العينيه انك عرفتوا بان من يملك الارض يملك ما فوقها هنا في بعض الاحيان السيد راه عنده الارض ديال هذيك الارض ماشي محفظه ولكن هذاك المبنى اللي فوق راه كيمشي للرسم العقاري هنا في هذه الحاله يعني مستوى الالتصاق راه كيتحل المشكل وراه صارت اشكاليه كبيره جدا على مستوى الواقع العام وواحد المره تحت واحد القرار واحد الحكم كان فيه نفس المدير ديال الدراسه الابتدائيه ودعا بهذه ان من يملك الارض يملك مرفوق مشى لهذه المساله ديال الالتصاق والطرف الاخر كان يمشي للقواعد المتعلقه الكربون الغاية إلى آخره مش عارف تسمعوه يبطل ذاك الأمر نمشي معاك عجالا الله يسامحك لما كان يوصل فخوري نمشي معاك صحة 49 قبل آية صحة 49 عندك الهامش 98 محي الدين إسماعيل 98 ذاك الهامش باقي باقي شيء مازال باقي شويه واحد لانه هذه الرساله عجبتني بزاف وقريتها كامل من 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 الفها الى يائها بالتالي من غير نحيدوا شي سميتو ونخش عند هذا الباقي هذا لان بحال هذه ما خصهاش تبقى انت كديري هنايا الملاحظ ان احد المهتمين وهذا راه محي الدين اسماعيل عالم الدين هو محي الدين اسماعيل عالم الدين هذا هو المشرف على مطروحات الاستاذ بريد فخور هذو كانوا اساتذه مصريين اللي كانوا كيقريو في الجامعات في الوقت اللي كانوا عندنا الاساتذه ديالنا في الوقت اللي عندو الدكتوراه في الوقت اللي كان الزمان مثلا في الجامعه وكذا عندهم قليل
اللي كانوا سميتو هذا اسماعيل هذا يذهب احد الفقهاء اللي واش كذا وكان هذا مسلم فقهي كيف هذا الشيء هذا الاستاذ ديالي وكذا وهذا ما تنيش مشي مباشره لا اسماعيل مشي نفس الامر اللي قلت فيما يتعلق بالتعرض كذا الى اخره بعد قواعد عامه كيقول هل كنت كتهضري على بعض الاستثناءات بعض الاستثناءات صرتي مثل المشتركات صرتي هاد الامور لا تتعلق بالتطهير هاد الامور ديال الرسم العقاري المستقل وكذا وهذا هذا بعد الرسم العقاري اذا الامور تتعلق بالتقييدات ما عندها علاقه بالموضوع ديالي يعني الصفحة 73 بالعلاقة ديالها مع الصفحة 74 استدلتي بالحكم ديال المحكمة الإدارية للدار البيضاء وفي الفقرة الأولى من الصفحة 74 كتقولي وقت ما تأييد هذا الحكم على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي للدار البيضاء إذا المفروض فيه من أجسام محكمة الاستئناف للدار البيضاء مش بالرباط الوصول لها هنا عاوتاني كنت كنتناقش شي واحد الموضوع مهم جدا كنت نتمنى انك تفصلي فيه في الصفحه 75 ما يتعلق بالادخال التصحيحات كتقولي بان المحافظ حق في القيادة لا يتعارض مع مقتضى التنشيط من ضيق التحكيم العقاري هنا الامر لا يتعلق بمقتضى الفصل 69 وانما باش من الفصل 29 من القرار الوزيري هو اللي كان يعطي الامكانيه للمحافظ بالتصحيح هنا اختلف الفقه والقضاء هل الامر يتعلق بتصحيح التقييدات بعد تصدير العقاري ام قبله؟ لان الاستاذ احمد خيري كيقول لك ما دام ان المشرع استعمل كلمه و اذا زوج اذا هنايا نقطه مهمه جدا وكان عندي تناقشها ان عندها علاقه بالموضوع ديالك نمشي بعجاله بالنسبه للصفحه 101 101 وانت تحدثين عن على على العوض تعويض الاطار السوري الوثيقي المحافظ وكتجيب التعاريف ديال الخطا التوفيقي الاخطاء التوفيقيه والصحيح كتجيب لهم الاساتذه ديال القانون الاداري اللي كنرجع لك الى كنرجع لك العدد الحضري احدى المسؤوليه ولكن بالنسبه للاخطاء التوفيقيه والصحيح هذا ديالنا قرار المسطره المدنيه قرار كذا ولكن هذه المساله ديال الخطا المصلحي والتوفيقي راه كتشوفوا فيها الناس ديال الاداري اذا خصني نرجعكم معاك كتشوفوا منهم غادي يجيب هاد التعارف وكاين واحد شي مباشره مع كاين شي معاك الخاتمه من الاستاذ صالحه صافي بارك الخاتمه معنا عندها مجموعه من المقترحات من بينها كاين بعض المقترحات اللي في الفتره الاخيره من 2016 و116 هي خارج الموضوع اللي كتعلقش هي في القاعده الصغيره وما تعلق به التقييد بقيادات الرسوم العقاريه ذات حق المراجع طبعا يتعاون فيها لان عندك مدى ميزتي ما بين المراجع العام والمراجع الخاصه وملي كنرجع لاحد ديال المراجع ديالك كيلقى بك انه في بعض الاحيان كديري مرجع خاص والمرجع العام ديال الصحه 119 مهم مشهور غير نتيجه التقييد العقاري هذا مرجع خاص ولا عام خاص اذا ما خصوش يكون هنايا وانت كتهضري على التطهير اذا خصو يكون المراجع العام المراجع الخاصه كذلك درت احمد رجعوا المنازع العقاري جهه المحكمة كانت في القانون الاداري العظيم محمود الداري العملي هذا كلشي مراجع عامة سؤال 10 في حلية تسجيل مراجع خاصة هي اللي عندها علاقة مباشرة بالموضوع ديالك اما ما غيرها فهي تدخل في الطريق المراجعي العامة واخر ملاحظة من الملاحظات لانه فيما يتعلق بالتقسيم الى تفكير معايا بالنسبة للموضوع ديالك مادام كتهضري على القوة الثبوتية لقاعدة التطهير هي اللي كتهمك واش ما تخليش هاد الاجراءات وكذا والاخير والاطار المترتبه على ذلك الاطار المترتبه على الخلاف والمحافظه الى غير ذلك كما سبق وقلت رسالتك جميله جدا قيمه جدا وحتى بالنسبه لعدد الصفحات هما هادو انا دائما كنقول للطلبه تحاولوا تكتبوا شي 200 صفحه 150 200 تحاولوا تكتبوا رساله تختاروا موضوع يكون دقيق بحال هذا وتكتبوا فيه وتحلوا فيه وهذه أن أستاذتك والدكتور أحمد الخرطة وزميلتي شكرا أستاذ مختار أستاذ مراد كان كل الاتهام إلا تهمه الله العظيم كان كل ما عندي أنا متخيل منه ولكن غادي أركب بويل
حنيت الى مدينه جراده حتى يؤدي فيها الجلسات ديالو، قال هذه من الغرب اللي ممكن يحط فيها، وهو عنده ملاحظات كثيره وكثيره. اذا شوف عندك الاستاذ مراد على ملاحظات قديمه التي لم توجه الى فيها لوحدها وانما الى الجميع وخاصه الطلبه، فيجب تقيد بهذه الملاحظات بما لها من انعكاسات من على المستوى العلمي او العملي. اذا شكرا جزيلا للاستاذ، واقول بان الطالب مطالبه بالتقيد بهذه الملاحظات القديمه التي صدرت عن اللجنه الموقره. اذا سوف اعيد ما تلقيته من ملاحظات، انا الاخرى كنت اسجل، اذا عليه التقيد بهذه الملاحظات. واعطي الكلمه شكرا للساده اعضاء اللجنة والاستاذه المحترمه، شكرا للحضور الكريم، لعائله سهام على تحملهم على السفر ومشاركتهم مع هذه المناقشه. واعطي الكلمه للطالبه بطبيعه الحال الغد ممتلئ لدينا، اذا تفضلي بها. شكرا أساتذتي على هذه الملاحظات القيمة، وأعدكم بأنني سأعمل على إدراج كل الملاحظات في نسخة مصححة إن شاء الله، كما لا يسعني في الأخير سوى أن أجدد شكري وامتناني لأعضاء لجنة المناقشة وللأستاذة الجليلة الدكتورة صليحة حاجي، وشكرا للحضور الكريم، وأطلب المسامحة من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، محتار مناقشة رسالة، رسالة نيل دبلوم الماستر المتخصص، بناء على دكتور الدورات البداخلية الخاص بسلك الماستر والماستر المتخصص، وبناء على الملف الوصفي لمسلك الماستر المتخصص في قانون العقار والتأمير والمعتمد بالكلية متعددة التخصصات بالناظور من طرف وزارة التربية الوطنية والتقييم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2/9/2017، ناقشت الطالبة سهام علاوي المزدادة بتاريخ 1/6/1993 في إقليم جرادة، والمسجلة بمسلك سلك الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير تحت عدد 169 رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول في موضوع أو تحت عنوان الحجية القانونية لقرار تأسيس الرسم العقاري بين الإطلاق والتقييد تحت إشراف الدكتورة صالحة حاجي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة. وقد شكلت اللجنة ولجنة المناقشة من الدكتورة صالحة حاجي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفة ورئيسة، الدكتور أحمد خلطة أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور عضوة، الدكتورة خديجة علاوي أستاذة التعليم العالي مساعدة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور عضوة، الأستاذ مراد مدني قابل رئيس غرفة بمحكمة ابتدائية بوجدة عضوا. وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالبة نقطة 17/20 مع توصية بالنص. Yeah.
الله.